بيان من الدعوات السلفية بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نظرا لما تمر به مصر في الوقت الحاضر من ظروف ومتغيرات يعلمها الجميع، ولما كانت الدعوات السلفية جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري الذي تحرص على رعاية مصلحته العامة جنبا إلى جنب مع حرصها على تحقيق أهدافها المعلنة، والتي على رأسها نشر هذا الدين العظيم بمفهوم سلفنا الصالح. لذا فقد تقرر تشكيل مجلس مؤقت لإدارة الدعوة على النحو التالي: أولا، مجلس رئاسي يتكون من كل من الشيخ محمد إسماعيل المقدم، الشيخ أبو إدريس محمد عبد الفتاح، الشيخ ياسر برهامي، وذلك حتى يتم اختيار رئيس للدعوة السلفية بعد انعقاد الجمعية العمومية لها في وقت لاحق بإذن الله. ثانيا، مجلس إدارة الدعوة، ويتكون من أعضاء المجلس الرئاسي المذكورين بالإضافة إلى كل من الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ أحمد فريد، الشيخ أحمد حطيب، الشيخ علي حاتم، الشيخ سعيد حماد، الشيخ سعيد السواح، الشيخ محمود عبد الحميد، الشيخ أشرف ثابت، الشيخ شريف الهواري، الشيخ جلال مرة، الشيخ يونس مخيون، الشيخ عبد المنعم الشحات. الله من وراء القصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.